Thank you.
شوية فممكن نقول لو بنسوي كده بنسب لأن شفر الفلوس الكوبيشن لو عندك إيه؟ تو شفر خلاص؟ وعندي في مرة مش محمد راشد لكن إن شاء الله هتبقى عنده تو شفر فور وشفر فور. طبعا الكوبيشن المتنسة بتاعتنا الأساسية هي بريكشن ويز بتاعتنا وهي أنا نزلتها إن شاء الله على البلاد بيرد خلاص يعني هتبدا تكتب معايا وانا برجع لزيتاتكم خلاص على الداتا دول. تاني حاجه برضه نستخدمها في كذا تكست بوك طبعا دول في كده يكون تقرا منهم او تحل عليهم كمان تحل منهم ايه تمارين اكتر خلاص اللي هو فوندمنتالز وفي ترانسفير واي كبيره وفي في ترانسفير واي هول وفي مرة وتوجيه دول الكورنرز بتوع التكست بوكس اللي احنا بنشتغل بيها خلاص تقدر تخلي تمرين اكتر وتقدر تخلي منهم اكتر وطبعا تقدر تخلي منهم اكتر وطبعا في حاجه اساسيه اللي هو الريتش بوكس. طيب في بعد كده بقى الدراج بورد المفروض اللي هو لايكس الايتم الموجود في الكليه المفروض ان هم مسؤولين ان هم يدخلوه على الداك بورد ان كيس ان هو ما دخلش على الداك بورد دي انفورميشن هنا ممكن تاكسس الايه؟ الصفحه بتاعت الليك ترانسفير من خلال الاكونت بتاعك فتقدر تدخل. طبعا عشان تعمل سيرش على الداك بورد عشان تعمل سيرش ازاي؟ ممكن تكتب فيه ترانسفير وتعلق فيه تو اوبشن حاجه انت بتستخدمها في الداك بورد قبل كده مش كده؟ عارفين تعملوا سيرش ازاي؟ عندك حاجه اسمها سيرش كاتالوج او لو بتعمل سيرش بيطلب منك ان انت تعمل تكتب اسم الايه؟ اسم الكورس. في كام طريق يا اما تعمل سيرش عن طريق كورس نيم يا اما عن طريق كورس اي دي. انت لازم تختار الاول يعني انت بيبقى في دروب منيو تختار منها ايه؟ يا اما كورس نيم او كورس اي دي. طبعا الكورس نيم بتكتب الكراسه بس في فيها عيب انه ممكن يجيب لك ايه؟ كل الكورسات اللي اسمها ايه كلاس ممكن يجيب لك بقى ايه؟ لاك بورد بتاع سمستر قديم او بتاع قسم تاني اصلا مش قسم كومي كومبير فانا بقى الافضل بالنسبه لي ايه؟ ان انا ما اكتبش الكورس اي دي خلاص؟ اللي هو 2 0 1 تي ام جي بقى طبعا الحدود بتاع الكورس اللي هو ام اي بي 3010 لو انت عملت سيرش الكورس اي دي هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اسم الكورس. طيب عملت سيرش الكورس نيم اللي هو الترانسفير هيطلع لك حاجات كتير هتختار منها لا يعني تبقى فاهم بقى عشان ايه؟ لو انت عملت سيرش دي هيطلع لك نتيجه واحده لو عملت سيرش الكورس نيم هيطلع لك نتائج كتير فتشوف اي واحد فيهم دي الكورس اي دي ده فيطلع منك كمان اكسس كيوب هو ده الاكسس كيوب بتاع الهيد راس خلاص؟ انا ان شاء الله برضه هبقى معاكم في الفيلم داينامكس او لا فيلم داينامكس لان كل المحاضره جايه بس مش انا هكتبه المحاضره الجايه انا هكتبه كام شويه مش دلوقتي خلاص؟ فبالمره بقى نفس الكلام تعمله مين؟ تكتب البيانات مين؟ الابواب فيلم داينامكس يبقى انت كده معاك الاكسس كيوب بتاع الابواب فيلم داينامكس اللي هو الكورس الثاني وبعد كده بقى الاكسس كيوب بتاع الليد ترانسفير اللي هو الكورس بتاعه جميل؟ حد عنده اي مشكله في الحته ده دلوقتي؟ طيب الثاني عندنا يعني اتاكد لكم من معلومات الدرجات بالظبط يعني عشان انا مش عارف المفروض ان انت راسك دلوقتي في كلاش قديمه وصلت كلاش جديده فعندنا انا مش فاكر اهم الدرجات نفس اللي احنا قايلينه ولا لا بس انا ما يهمنيش الارقام مبدئيا هاكد عليه بكره ان شاء الله بس مبدئيا احنا عندنا بيبقى في ميد ترم اكزام وفي طبعا امتحان شفوي طبعا الكلام ده هيبقى عباره عن زي كورس اونلاين ليه وطبعا في اعمال السنه اللي هي بتبقى عباره عن مجموعه من الكويزز خلاص او ساعات بنعمل
أي بقى هو ميكانيكال ممكن صح؟ زي اللي تشتغل في العربية أو الميكانيكال شو لا؟ محطة الكهرباء ريت سايت فاتوره صح؟ طيب أنا عندك عندي في فيوري كيميكال إنرجي بتحول لهيت إنرجي والهيت إنرجي بعد شوية حولت إيه؟ الميكانيكال إنرجي في التربين والتربين دي وصلتها على جنوب أو تاني الميكانيكال إنرجي يبقى إيه اللي بيحصل؟ أنا عندي إنرجي خلاص؟ يا شك بس تحول لشكل تاني. طيب كمية سهلة. خلاص؟ بس هي بتتحول بسرعة لإيه؟ للتاني. طيب لما فاكرين الإفتنس بتاع الرانك سايكل صح؟ كانت مثلا 30% 100% هل معنى كده الإنرجي قلت؟ أنا بقول الإنرجي هو كمية سهلة صح؟ هي بس إيه؟ اليوس هو إيه؟ فاليو وهي 35 بس في جزء تاني موجود بس بالنسبه لي بحكم ايه؟ نص يعني 100% مثلا بتوع الهيت 35% ايه؟ بيتحولوا ايه؟ و 65% اختفوا نفس اختفوا هم موجودين بس ما تحولوش لنص في الايه؟ وانت تحولوا بقى لنص في حاجات تانيه كتير تمام؟ يبقى التاني لو ركزت كده في السكوتر بتاعي انرجي نايس اكيد هي بتروح سوري وكانت على سكوري فهو فور فور انا فور يعني كمان انت ليش هتفضل سهل بس تحاول من ايه من صوره للتانيه خلاص زي اللايتنج سيستم اللي موجود في الايه في المدرج ده عباره عن ايه ام بتعدي بتشتغل ازاي اللايتنج ده بيشتغل ازاي كهرباء انا عندي الكم انرجي 100% هل ده كله تحول لايت 100% لا ممكن مثلا تحول لايت كام 40 50 حسب طبعا نوع ايه اللايتنج سيستم 70 والباقي بيتحول لايه؟ مثلا ليد انرجي او حاجه زي تمام؟ طيب لو ركزت كده على العوامل ما تكونش اكسبريشن للايه؟ الفيرست لو فاقول الكيو بيساوي الوقت ازاي؟ اللي بتشيل في الايه؟ في السكوير بيعمل مش كده؟ الكيو وهو الامام دي كده قالت قوي قالت قوي ايه؟ ما انا عندي ليه كام قالت يا اما ايه؟ تعالوا صوت كده الجبن انت بتشم ده بس ولا لا؟ مش مطمن مش عارف ايه ولا لا؟ يبقى فيه بيساوي وقت ازاي؟ وشيل في الايه؟ الصور كده يعني مثلا مقرره في البرو سيستم فالبرو سيستم بتبدا ايه؟ الانترنت ايه دلوقتي انت يوم خلاص؟ طيب فاكرين السكند برو؟ عارفين ولا لا؟ طب ايه هو السكند برو؟ كان في تو ستيتمنتس مش كده؟ اللي هو تو ستيتمنتس بتوع ايه؟ مش كل مش كل الاسامي بقى كلاسيس وكلاسيس الحاجات دي انا عارف كل معناها ايه؟ يعني في ستيتمنت بتقول كذا وستيتمنت بتقول حاجه ثانيه. أول حاجة مفيش إيه؟ مفيش عندك أي إنجن خلاص؟ كفايتها كام؟ 100% مش كده؟ يعني ما ينفعش كل البيوت كل دي تحولها لإيه؟ اللي هو في استحالة. مش كده؟ يبقى ما ينفعش كل دي اللي أنا بضيفها لأي إنجن ثم الإنجن أو تحول الوقت ده استحالة تماما. حتى نفس الكارنت سايكل صح؟ حتى الكارنت سايكل دي اللي هي اصلا مش موجوده في الحقيقه كفايتها مش 100% وهي السقف بتاعي اللي هو ايه 1+2 على تي اتش كده؟ فدي عباره عن ما توصل 100% لان في ال عباره عن 50 خلاص؟ في السقف الثانيه بقى هي السقف الثانيه ايه بقى الاتجاه المعين ده؟ بالظبط برافو عليك. طيب دايما الهيت بتنتقل هي من الهايت بريشر للو بريشر وده بيزك اللي احنا قلناه في الاول ان الهيت ترانسفير عباره عن انرجي ترانسفير ديوتو كومبريشر ده ترانسفير للعالي للقليل. طب ينفع اعمل العكس؟ ينفع بشروط بس في الحاله الطبيعيه فينسى كده ما ينفعش استحاله الحراره تنتقل من اليوم سايد للهاي سايد كومبريسور ده ما ينفعش فدي التاني بروش دي مالها؟
ينفع بقى امتى؟ لو دفع كويس بس في مبلغ كبير ما ينفعش. طيب ده كده احنا عملنا التست لوحده او رجعنا عليه لوحده ورجعنا على السكن لوحده مش كده؟ طيب انا هدينا رقم تاني بعض اي هيك راس بروسس بقى لازم ايه؟ لازم تحققوا حاجه بس هو ليه كراسي دي معناها صح؟ ليه كراسي ده عشان يحصل لازم يحقق مين؟ الفيست نوت خدرو لازم يحقق مين؟ الفيست نوت بس خدرو ما ينفعش تبص تحصل في الدنيا من غير ما تحقق ايه؟ الفيست نوت ايه؟ بس خدرو. طيب بس في مشكلة بقى السيم دايناميكس في مشكلتين ايه هو بقى؟ او الفيرست لو عملت او الفيرست لو عملت ما قاليش ازاي القرار تنتقل هاوي يعني ايه هاوي؟ يعني الميكانيزم الميكانيزم بتاع الهيت فلو الهيت فلو ده شكله عامل ازاي؟ معرفش لان الهيت ترانسفير ده ليه كذا شكل فبالتالي الاشكال المختلفه دي الترموداينامكس ما حكاليش عليه ما جابش سيرته يبقى احنا ده نعرفه مين؟ اول حاجه انا عارف الكورس عندنا هو اشكال دي ترانسفير عامله ازاي؟ تاني حاجه برضه الترموداينامكس ما قالتش عليها هاو لونج يعني ايه هاو لونج؟ يعني الوقت اللي لازم عشان اللي هي ترانسفير بوز دي تحصل اللي هي ترانسفير ايه؟
خلي في دلوقتي مع بعض نقول بسم الله اول حاجه مع بعض نكون داخل وطبعا في حاجتين مهمين برضه ومعانا دلوقتي والمحاضره الجايه في حاجه اسمها داتا شيت وفي دراسه وعلى داتا شيت وفي دراسه بقى لسه متجمع مع بعض بس هتبقى قدامهم ان شاء الله كده ايه على يوم الاربع او الخميس ان شاء الله فدي يعني تجمع مع بعض لان دي عباره عن زي كان صغير كده يعني ده هيبقى فيه كل الفورمز بتاعت الايه؟ جداول وقوانين وحاجات مش هتيجي فيها مزايا الحاجات دي ما بتحفظهاش فدي كلها فيها كل الجداول بتاعت الهواء الجداول بتاعت الميه كل القوانين اللي هتستخدمها تبقى موجوده فين؟ الداتا شيت تخش بيها الامتحان خلاص؟ فدي مهم تبقى معاك في السيشن كمان وفي المحاضره عشان لو حد تشيل اي حاجه يبقى معاك اللي هي التول دي تستخدمها. وطبعا الشيك هيبقى موجود غالبا من بكره او بعد الكليه. هيبقى في شيك مسلسل ميكانيكا، طبعا لما تيجي تقول لي لازم تقول مسلسل ميكانيكا كور نظام فصلين. ليه؟ لان في ناس بتدرس برضه كورس في دراسه الشيك بتاعتهم مختلفه. فانت لازم لما تيجي تروح تقول لي ايه؟ تقول له ان انت خدت ميكانيكا كور نظام فصلين. المطبعة اللي موجودة في المطبعة بس الشيك ان شاء الله هيبقى موجود بكرة أو بعد والداتا شيك هتبقى موجودة على نهاية الأسبوع خلاص؟ كده كده 16 هتبقى الأسبوع الجاي المطبعة اللي تحت؟ اه أنا هحضر لك الفيديو ثاني بس الحاجات دي مكتوبة اه خلاص؟ طيب هو الاسمنت عباره عن ايه؟
لما الفلوس اللي معاها كده؟ طيب في حاجه اسمها فريق ايه؟ فيلي فريق انرجي بتتقسم على ايه؟ درجه الحراره مش كده؟ طيب لما درجه الحراره بتاعت الفلوس بتبقى عاليه وصلها ايه؟ Minus B.
كلهم شبه بعض. فالفلو في ليه وفي يوم
deep low. Correct? طيب يبقى اول حاجه اللي هي كل ما فيه كل ما ايه ما نيجي بس من كده بقى تجيب اي اكس هنا بقى تجيب اي اكس ده تنبرس الجريديان ده يعني ايه تنبرس الجريديان يعني تغير كل ما تحرم عليه مع الاكس ده ايه تجيب اي اكس طبعا هي ديليماتيك لو انت عاوز توصفها من غير الصح صح فحالات معينه انها ممكن تبدا فيها على قد ايه؟ اكس يعني في شروط معينه نقدر نقول ايه في واحد بس اثنين على كام؟ على ايه؟ بس ده غير الصح الكلام ده تحت ايه؟ تحت شروط معينه طيب دي بقى الاكس لما تزيد ايه اللي يحصل للنيوم؟ تزيد ده تقل طيب دي واي اكس لما تزيد تزيد ولا لا؟ تزيد اه تزيد دي حصل مش هتعرف فيها ده لسه قايل لك الهيت عباره عن ايه؟ كل ما فرق درجات الحراره يزيد كل ما لقيت راسه بيزيد لان لو مفيش فرق درجات حراره مش هتيجي اصلا مش هتيجي راسه فبالتالي ده انت بتيجي لوحدها كل ما تزيد كل ما تزيد في الطبيعي ده يحتاج الجهد لما يزيد الدرجه هتزيد طب الدلتا اكس بقى السيكس مش كده؟ دي منطقي برضه لما تزيد في يحصل ايه؟ ايه؟ ايه بقى؟ انا ماشي جوه الماتيريال صح؟ انا عارف مش جوايا صح؟ الهيت عارف مش جوه الماتيريال ايه بيحصل؟ طب لو ماسك ايه؟ انا دلوقتي كنت ماسك راحت في الفلوي وجيت اخدت جوه الماتيريال دي صح؟ كهيت راحت هيحصل ريزيستنس ولا لا؟ ليه؟ مين توصيل الحراره هنا؟ أفضل. أنا دلوقتي ده كل ما السيكنس يزيد كل ما إيه؟ وده بالنسبة لي يعتبر مقارنة فبالتالي كل ما أنا عاوز السيكنس إيه؟ يقل عشان يطلع أحسن من كده يبقى أنا بالنسبة لي الدي في باي إكس هو التمبريشر اللي لو الدي في زادت الكيو هتزيد لو السيكنس زاد الكيو هتقل خلاص؟ طيب يبقى الكيو تترسم على إيه؟ مع الدنيا هاي وهاي بتترسم مع مين؟ الدي تي باي اكس ثاني بتترسم مع ايه بقى؟ كي ايه هو كي بقى؟ ثيرمال كونداكتيفيتي اه ده برويدر بيعتمد على الماتيريال كل ماتيريال ليها معامل توصيف حراره ايه؟ مختلف وده على الماتيريال هو بيعتمد على فاكتورز ثانيه بيعتمد على درجات حراره في حته ثانيه بس اهم برامتر بيأثر في الكونكتيفيتي هو مين؟ هو نوع البكتيريا نوع البكتيريا هو اللي بيأثر يعني انا لو عندي فايبر مفتوح زي ما عندي كبر مين اللي هيوصل حراره احسن؟ السمر طبعا هات معاه مثلا ايه؟ ستانلس خلاص؟ لو معاه كفر وحطهم في مثلا ميه تملي ولا هكا ولا كنكه ممسكه لو معاه دي ليها مثلا زي ايه فيها عزل او حاجه احط عليها ماتيريال معينه خلاص زي وردة كده اه ده امسك احبابي اللي هي في بعض المعالج بيخلي عليها ماتيريال معينه عشان تفضل تدرس كله عشان ما تحسش بصوت المعلقه بس لو جبت معلقه من الكبر مثلا يعني وجيت حطيتها في ميه وتبلع المايه وسبت المعلقه لو جبت مسكت المعلقه لقيت ميه هتولع صح؟ مش هتبقى قلت مسكت ليه؟ ومش انا مسكت عشان الكبر ليه ثيرمال كونكتيفيتي عاليه من اعلى المواد في ثيرمال كونكتيفيتي خلاص الالومنيوم الكونتاكتيفيتي بتاعته برضه ايه؟ عاليه الستانلس ستيل اقل بقى شويه مش كده كله بيخلي معاه احسن من ايه؟ برضه تسخن بس ازاي؟ الكبر كل في بقى مواد طبعا مواد العزل انا مثلا عاوز اعزل مثلا سقف او عاوز اعزل حرص فممكن لو اجيب بقى اللي هو ايه؟ الفول او الفايبرز او الحاجات دي كونتاكتيفيتي بتاعتها
ما فيش حاجه من الداتا بتاعتنا قليله. الهوا يكون كونتكتيفيتي برضه. ما هو الفلويد دي كونتكتيفيتي، بس الهوا كونتكتيفيتي بتاعته ايه؟ وليه عشان كده قلت لك الفلويد في كونتكشن، بس الكونتكشن بتاعه ايه؟ بسيط والبيت بالسوليد. اي لازم يكون دكتور، طبعا لو في حاجات في فاريشن بس كلهم الدكتور بتاعتهم ايه؟ قليل. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ البيس هنا في كونفكشن. اللي بقى في حد يسالني المايس دي ايه؟ ايه بقى هنا في مايس؟ حد هنا يقول لي؟ ايه؟ ريجكتد؟ لا مش شرط. ملهاش علاقة. ماشي انت ظبطتها كده من ايه؟ ما سمعتش صح. بس انا عاوز اعرف بقى يعني ايه؟ عاوز اعرف ليه برضه. هو كلام صح اتقربت على فكرة. الحته دي الجنب بتاعها
بتكلم على كيلومترز الاوضه خلاص. يبقى انا بقى كنت بتكلم على ايه؟ صوت الشنطه يعني جوه الكونسول جوه الماتيريال دي خلاص. اللي هو كنا بنتكلم على البرودكشن بس، انا بتكلم بقى بدايه من ايه؟ انا الفكره كان السن مستعبطه خلاص. انا بتكلم بقى لما تسمع خلاص بتاع النور والايه والهواء بقى اللي في المكان خلاص. طيب اول حاجه الصح ده مش حوالين الكنوز بتاعت الفيلم، الكنوز ده عباره عن ايه بقى؟ ممكن تكون هواء مش كده؟ او ممكن تكون ميه، يعني ممكن يبقى الفيشن تاني جنب الصف ده في ايه؟ في ميه مش كده؟ طيب يبقى انا عندي هنا ايه؟ دي الكنوز اللي ايه؟ فيلم. طب يبقى انا عندي طبقه الفيلم اللي هي لازقه على ايه؟ على السطح خلاص؟ هيحصل هنا ايه؟ انت فاهم الحرارة ايه؟ بسبب فرق الكثافه.
بس في بقى في يوم تاني انت بتحرمه غصب عنه. فهمت يعني ايه بقى بتحرمه غصب عنه؟ يعني بتتحرك دي فرق كده بقى بتتحرك في حدود العقل. زي مين؟ مروحه دي لو انا مثلا فوق شويه بحس بسرعه صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فورس بروجكشن. يبقى الكلين بيتحرك لوحده في فرق كثافه، الفورس في اسمه كده فورس. يبقى انت بتجبره غصب على اللي جابوه ان هو يتحرك. مروحه بقى او غلط او ايه؟ او كوبريس ولا اي حاجه. تمام؟ طيب انا اهم حاجه انا بقصد هو مش الوقت. المعدل حجمه بقى اللي بتكون الحراره بالكونفكشن يعني ايه؟ يبقى احنا قلنا حجمه الكونفكشن هو معدل فريز لو. فريز لو كنت بتعرف الكونفكشن بيحبوه بقى النيوتن صح؟ العالم الامريكاني اسمه ايه؟ نيوتن بقى نيوتن بيقول ايه؟ نعم ست ايام وايه الكيوب بتاعه؟ اتش هي اللي انت فيه. طيب ايه الفرق بين الكيوب دي والكيوب اللي هناك؟ هي الاثنين بتاعتهم في الاصل مفيش فرق، بس الفرق في ايه؟ في شكلها. هناك كونفكشن ودي ايه؟ كونفكشن، بس الاثنين ليهم فيه ترانسفير. فدي انا سؤالي كنت بقى ايه؟ بقى كونفكشن. طيب ايه الاريا بقى؟ الاريا اللي متعرضه للفلوس يعني ما بصش اهو وايه وفي ماشي كده. قال الفلوس وادي السطح جاي يبقى هي دي الاريا. الاريا اللي متعرضه للفلوس فانا لو بتعامل مثلا مع الترابيزه دي وبتكلم على بعض الكور الترابيزه في ترانس ما بين سطح او جسم وفلويد.
فالفلويد لما كنتش بتاعته تغير يبقى انت خلاص هنعرف البشره هيتاثر كده خلاص. انا هعرف اعمل كده مش هتبقى خلصنا الناس